الذين يأتون إلى هنا يأتون للاستزادة من المعرفة. وأنا شفتك قبل كده؟ كلا، لا أعتقد هذا. أنا أعيش هنا منذ زمن بعيد. هذه الكتب لا تشعرني بالوحدة. القراءة سلاح عظيم للتغيير، ولكنها ليست السلاح الوحيد. السفر والترحال يوسع مداركك ويزيد من خبراتك. في هذا الصندوق سر التغيير. الصراحة حسيت أول ما شفته إنه أكثر اسم ملائم له هو الرجل الحكيم. أهلا بك في رحلة التغيير يا مصطفى. أنت ما تخرج من المكتب أبدا؟ Ha 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 ha!